التعليم تؤكد وزير التربية والتعليم ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. أكدت وزارة التربية والتعليم أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الصفحة الرسمية للوزارة هي الصفحة الوحيدة لوزارة التربية والتعليم. ونفت الوزارة ما يتم تداوله من تصريحات على بعض الصفحات المزيفة التي تدعي علاقتها بوزير التربية والتعليم، مناشدة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات المزيفة والاستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.